إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. أخي محمد، أسمعنا مما تحفظ من كتاب الله، ولك الحرية في الاختيار. سأقرأ بإذن الله من سورة الروم. قارئ وتلاوة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. نتنقل بكم في حواضر العالم الإسلامي لنبرز بعض المميزين من جيل الشباب في تلاوة القرآن الكريم، نحاورهم حول علاقتهم بهذا الكتاب العظيم، نقدم نماذج من تلاواتهم ليكونوا قدوة لأقرانهم. قارئ وتلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. قارئ وتلاوة. أخي عبد الله حفظك الله، أسرتك الكريمة هل لها ارتباط بالقرآن فكانت سببا في سلوكك هذا الطريق؟ حينما بدأت بالقرآن الكريم، للأسف في أسرتي ما كان أحد يصلي ويصوم ويعطي زكاة، كنا مسلمين فقط، مسلمين بالاسم. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. وضع الشباب في داغستان جيدة ولله الحمد، ويحرصون على حفظ القرآن الكريم. من تذكر من مشايخك في حفظ القرآن الكريم؟ الشيخ الأول هو والدي، ثم أنا قرأت على الشيخ عبد الكريم الجزائري، وأخذ القراءات في مصر وقرأت عليه بعض القراءات. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية. قارئ وتلاوة. يصحبكم في هذا البرنامج عبد الله بن شويش الشويش ومحمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف نبي ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج قارئ وتلاوة. عمار بن سالم علي الهاشمي من سلطنة عمان هو ضيفنا في هذه الحلقة. حياك الله أخي عمار. حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم. كم عمرك؟ عمري يبلغ 15 عاما. كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. أخي عمار حفظك الله، أعطنا نبذة مختصرة عن بلدك من حيث الموقع، التاريخ، الاقتصاد، السياحة. نبدأ بالموقع. تقع عمان في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تجاورها دولة اليمن، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويحدها من الشمال الخليج العربي، وتشرف عمان على مضيق هرمز مما أعطاها أهمية. وبالنسبة للتاريخ، تاريخ عمان؟ مرت عمان على مدى الأزمان بحضارات عدة، أذكر منها حضارة ميغان، وآثارها باقية إلى الآن. وبالنسبة للاقتصاد والسياحة؟ اقتصاد عموما في السلطنة يعتمد على الزراعة والصناعة وغيرها، السياحة ويعتمد بشكل أساس على النفط والغاز. والسياحة؟ اهتمت الدولة بالسياحة خصوصا في السنوات الأخيرة، ويتضح ذلك في المصايف في الجنوب مثل صلالة وما جاورها من البلدان. عمار الهاشمي ضيفنا في هذه الحلقة، من هو عمار؟ أعطنا نبذة عن شخصك الكريم. اسمي عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي، أسكن في قرية فلق المشايخ من أعمال ولادة جعلان بن أبو حسن في محافظة جنوب الشرقية من سلطنة عمان، و ولدت ونشأت في أسرة متدينة حيث اهتم بي الوالدين، فكانت بدايتهم بالتشجيع على حفظ القرآن، كانت بداية طيبة. بدأوا معي بالتدرب في قصار السور
ثم تدركت حيث ألحقني والدي في عند إمام المسجد. أصلت مع الحفظ حتى أنهيت الجزء الثالث ونصف من الجزء الرابع. من كان سبب في إكمالك حفظ القرآن الكريم؟ كان أكثر من الوالدين. وإمام المسجد الذي كان بعد الوالدين في بدايتي وهو الشيخ عبد المحسن، وهو من الأخوة المصريين الذين نفذوا إلى بلادنا. ثم وصلت مع أستاذ عماني اسمه الأستاذ محمد بن حمد بن ناصر المدهوشي، وصلت معه المسيار حيث حفظت معه تقريبا أكثر من 6 أجزاء أو أكثر، وهو شجعنا على المسابقات المحلية التي تقام في السلطنة وجزاه الله خير، عنده تشجيع. فلم يدرسنا القرآن فقط، أعطانا العلوم الشرعية، نبدأ عنها كيف نتعامل مع القرآن وطرق التدريس في القرآن. جزاه الله خير، معلومات كثيرة. وتقريبا حفظت معه أكثر من 9 أجزاء ونص. وبعد ذلك وصلت الحفظ في مركز تحفيظ القرآن في الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي. وصلت معهم الحفظ تقريبا سنة ونصف، تقريبا درست هناك وأتممت الحفظ مركز محمد بن حمدان لتحفيظ القرآن. وبعدما انتهيت من هذا الحفظ الحمد لله توفقت أن أدرس من شيخ من مشايخ العمان، الشيخ العلامة المربي حمود بن حميد الصوافي، الذي درس معه كثير من أهل عمان، عد من المربين كبار المربين في سلطنة عمان، من المشايخ الذين اهتموا بتدريس الأجيال وتربية الناشئة، جزاه الله خيرا. وحاليا في أي مرحلة تدرس؟ أدرس المرحلة الثانوية، الأول ثانوي. طيب عمار بارك الله فيك، كيف هي علاقة القرآن الكريم بالدراسة النظامية؟ هل استطعت أن توفق بين القرآن الكريم والدراسة النظامية، وخصوصا بعد أن أكملت حفظ القرآن الكريم في المراجعة والمتابعة؟ ألا يوجد حرج أو تعارض؟ لا يوجد حرج أو تعارض في المدارس الحكومية، بس على الشخص أن يهتم بنفسه وأن يحدد جدول يومي يستمر عليه لا ينقطع. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الله يسر البشر حفظ القرآن. فعلى الإنسان بعدما ينتهي حفظ القرآن ويتقنه في قلبه ويعمل به في حياته أن يستمر في العلوم الشرعية لكي يفهم ما في القرآن من نحو وصرف وبلاغة وتفسير القرآن وغيرها من العلوم التي تختص بالقرآن. ولسنا مطالبين بحفظ القرآن الكريم فقط، وإنما مطالبين بحفظه ونطبقه عمليا في واقع حياتنا. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. عمار بارك الله فيك، اختر لنا ما تشاء من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعك ورفعك بالقرآن الكريم. آمين يا رب العالمين.
قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. عمار بارك الله فيك وحفظك، اختم هذا اللقاء بكلمة توجيهية للشباب. وصيهم بتقوى الله، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمسلم أن يتقي الله في السر والعلانية، ووصي الشباب أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وأن لا يرفهم التيار. يقول الشاعر محمد إقبال: ليس خلق المؤمن ليندفع مع التيار، وسائر الركب حيث اتجه وسار، إلى آخر الأبيات. فعلى المسلم أن يكون مؤثرا لا متأثرا، ونحن في هذه الحياة لم نخلق عبثا، لقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى المسلم إذا وجد أخوه المسلم في الخطأ أن يذكره، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلى المسلم أن يذكر أخاه المسلم، يكون المسلم متحابين، وأن يتوحد المسلمين في صف واحد حتى لا يطمع الأعداء في المسلمين. وما هو نصيب والديك من هذه الكلمة الختامية؟ اللهم اجمعني بهم في الفردوس الأعلى، ورزقني برهم، وأن أكون سبب من أسباب دخولهم الجنة. حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيك وأصلحك وأقر بك عيني والديك. مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء مع الأخ الفاضل عمار بن سالم علي الهاشمي من سلطنة عمان. نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة وأنتم على خير. هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري. ولا أنسى أن أزجي الشكر الجزيل للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في فضيلة الدكتور منصور بن محمد السميح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. نتنقل بكم في حواضر العالم الإسلامي لنبرز بعض المميزين من جيل الشباب في تلاوة القرآن الكريم، نحاورهم حول علاقتهم بهذا الكتاب العظيم، نقدم نماذج من تلاواتهم ليكونوا قدوة لأقرانهم. قارئ وتلاوة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. أخي عبد الله حفظك الله، أسرتك الكريمة هل لها ارتباط بالقرآن فكانت سببا في سلوكك هذا الطريق؟ حينما بدأت بالقرآن الكريم، للأسف في أسرتي ما كان أحد يصلي ويصوم ويعطي زكاة، كنا مسلمين فقط، مسلمين بالاسم. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. وضع الشباب في داغستان جيدة ولله الحمد، ويحرصون على حفظ القرآن الكريم. من تذكر من مشايخك في حفظ القرآن الكريم؟ الشيخ الأول هو والدي، ثم أنا قرأت على الشيخ عبد الكريم الجزائري، وأخذ القراءات في مصر وقرأت عليه بعض القراءات. قارئ وتلاوة. قارئ وتلاوة. صاحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما عبد الله بن شويش الشويش، وصاحبكم فيه إخراجا محمد بن سعيد الشمري.